من جديد بجد تحية لحضرتك، ومعي نجم اللقاء النهارده سكولز، احد اهم لاعبي فريق لافيينا. اعتقد اداء مميز النهارده، خدت بعض التعليمات في الشوط الثاني ان انت تزيد وتلعب قدام الاثنين الديفندرات. كابتن احمد قال لك ايه؟ والمباراه دي كلاعيبه توديكوا في اي مكان؟ الحمد لله، انا بشكرك اول حاجه. تعليمات كابتن احمد بين الشوطين ان احنا كسبانين 2-0 ننزل، لكننا 0-0 عايزين نجيب الجون الثالث عشان نقتل الماتش، لان لو كان جه في جون كان الماتش هيتصعب علينا. فالحمد لله دي التعليمات اللي هو اداني، قال لي اشتغل لقدام، نحاول نجيب الجون الثالث عشان نقتل الماتش، وده اللي اشتغلنا عليه والحمد لله. انا تغييرات الكابتن في الشوط الثاني اعطت لك اريحيه كمان على الاطراف، لان لعب عسليه وعمل لك استرتش الملعب. هو نزل جدد كده الدم لينا، نزل لنا ناس تجرنا لقدام، والحمد لله يعني التغيير قدر يجيب لنا الثالث عسليه. هو كان التعليمات ان اللعيبه تلعب من على الخط للمرتده، لان قال لك ديكيرنس هيضغط علينا عشان عايز يرجع للماتش بجون ولا حاجه. الله يسلمك. قول لي ايه الاخبار؟ ده ماتش السكه كده، سيلا اداني كوع، عندي شرخ في الوش بس الحمد لله. الله يسلمك حبيبي. ده كان لقاء سريع مع نجم فريق لافيينا سكولز النهارده بعد انتهاء المباراه بثلاث اهداف مقابل لا شيء لصالح فريق لافيينا.